تعالوا بقى نفتح تومي دي. لا لا ما تهزرش، الواضح جدا ان عجبكم كده سلسلة الصندوق العشوائي، فجبت الصندوق العشوائي اللي بعديه وهو ب 500 جنيه. سيمفونية والله. الفيديو اللي فات كان الصندوق ب 150 جنيه، ودلوقتي جبنا الصندوق اللي ب 500 جنيه، بس ده جبته من صفحة تانية. فحلاوة الصفحة دي ان هي بتاخد منك شوية بيانات، شوية زي اسمك، طولك، دراستك، في سنة كام، ولد ولا بنت كده، عشان يتحدد الصندوق العشوائي جاي لمين والاهتمامات بتاعته ايه، فيبعت لك حاجة تليق بيك كده. الصندوق اللي فات كان عشوائي فعلا، كان ممكن يجي لي مثلا حاجات بنات مثلا او حاجات اطفال انا ما كنتش اعرف، لكن ده هو انا ضامن اللي جوه برده اكتر من 500 جنيه، ولكن اللي جوه كمان زيادة كمان تأكيد ان هو لولد عنده 22 سنة، دراسته كذا وبيحب كذا. طبعا الصندوق مكتوب عليه ايجيبت ميستري بوكس، بس ده مهتمين قوي بالتغليف، يعني بصوا كده كده فوق في يونكا وحركات كده. تمام تعالوا نفتحه ونشوف. تمام زي طبعا ما عودتكم، انتوا اللي هتفتحوا الاول وتشوفوا جواه ايه. ايه ايه في ايه؟ طيب ايه ده؟ طيب بص احنا هنسيبه كده على جنب خالص، نفتح حاجه حاجه ونشوف. في اول حاجه شيبسي وشوكولاتايه كده. احنا بنهزر؟ لا معلش احنا بنهزر، انا دافع 500 جنيه، انا دافع 500 جنيه اكيد مش جاي، انا مش دافع 500 جنيه عشان اخد شيبسي. تمام 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 على نقودي اللي بتضيع، بس يعني تمام يعني يا ريت تكون دي الترحيب، يعني مش دي الحاجات يعني. تمام عارف والله هجيبها لك ازاي، بس هو في فل في كل مكان. بص يا صاحبي الفل في كل مكان والله العظيم، ده لو وقع في الارض وامي شمت خبر خلاص بقى تكون بين ايدي الله والله. نمد كده ايدينا وناخد اول حاجه. انا عجبني قوي التغليف بتاعهم، شكله نضيف قوي يعني. دي كده اول حاجه تعالوا نفتحها ونشوفها. ايفون 14 برو ماكس، العلبه مكتوب عليها بولو. تعالوا كده نفتح ونشوف ايه اللي جواها. على ما اظن محفظه، اه محفظه من بولو، شكلها شيك قوي، التفاصيل بتاعتها حلوه، مكتوب هنا كده بولو، وهنا ما تيجي تفتحها ومن جوه محفظه شكلها بروفيشنال يعني. هل انا بقى دافع 500 جنيه عشان اخد محفظه؟ هنشوف هنشوف هنشوف. ماشي ناخد كده تاني حاجة. دي كده تاني حاجة علبة، تعالوا نفتحها ونشوف. دي تاني علبة مكتوب عليها تومي من شركة تومي. تعالوا جاي نفتح ونشوف تومي باعت لنا ايه. تعالوا بقى نفتح تومي دي. لا لا ما تهزرش، ايه دي؟ هو كان في حاجة في بالي شفتها قبل كده، بس لو اتبعتها كانت هتبقى حلوة قوي يعني. انا شاكك ان دي هتكون نضارة. شكك وكسرت. تمام شكرا جدا. شفتها في فيديو عجبتني قوي عجبتني قوي. بص التفاصيل بتاعتها حلوه قوي. هاي مان عجباني، انا عجباني هفضل هبص هكمل بيها الحلقه. جاي معاها منديل كده والعلبه بتاعتها شيك قوي. لا انا كده مبسوط، انا كده اتبسطت خلاص، انا كده اتبسطت. ناخد اخر حاجه، مش عارف دي اخر حاجه ولا قبل الاخيره. ده الكيس اللي بعديه وتقريبا الاخير تقريبا، لان مفيش حاجه تانية في العلبه. علبة تومي برضو، تومي تقريبا ورانا النهارده. تعالوا نشوف ايه بقى تومي بعت لنا ايه. متعاقدين هم تقريبا مع شركة تومي. ده معرفش ساعة بقى ولا ايه، اتمنى تكون ساعة والله، انا يعني نفسي في ساعة. ايوه ايه ده؟ التفاصيل دي جامدة جامدة قوي. بص شكلها عامل ازاي، التفاصيل بتاعتها رهيبة قوي صاحبي، انا مبسوط والله انا مبسوط. بص شكلها عامل ازاي، معدن، شكلها تقيل كده فخم. انا مبسوط جدا والله العظيم مبسوط جدا. هل في حاجة بقى في أم الصندوق ده تاني؟ أكيد مش كل ده فل، أكيد. لا عايزين مش عارف أجيبها لكم إزاي، بس فل في كل مكان. بس يا جماعة فأنا إيه بقى؟ ادوني بقى بالباقي فل، كل ده، مفيش حاجة تانية في العلبة. تمام شايف الحاجات دي ممكن تعدي ال 500 جنيه بشوية حلوين، يعني أنا مش عارف الساعة دي ممكن تكون مثلا 300 جنيه تقريباً، والنضارة قول مثلا من تومي مثلا، أنا طبعاً مش عارف الحاجات دي ما مدى أصليتها، يعني أنا مش عارف هي أصلية ولا مش أصلية، بس هم عجبوني وحاسس إن هم كده أكتر من 500 جنيه، فلا عجبتني فكرة الإيجيبت ميستري بوكس اللي هي ب 500 جنيه، فكده لو لقيت تفاعل على الفيديو ده هبدأ بقى أعلي وهجيب اللي ب 1000 جنيه، فلوس بتترمي في الأرض والله العظيم. صاحبي النضارة باينة إن هي عجباني، أنا هنام بيها وأصحى بيها بقى خلاص بقى هعيش بيها. خلاص بس كده، وده كده كان الصندوق العشوائي بتاع النهارده. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل مليون في اقرب وقت. واكتب لي تحت في الكومنت هل فعلا الحاجات دي اكتر من 500 جنيه ولا لا، واكتب لي تحت في الكومنت لو انت عايز الصندوق العشوائي اللي جاي اللي ب 1000 جنيه، وهسيب لك لينك اليوتيوب تحت عشان تروح تعمل سبسكرايب عشان نوصل ل 100000 في اقرب وقت، ونجيب درع اليوتيوب ونحطه مكان القمر الجمودة اللي ورا ده. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.